هنتكلم دلوقتي يا شباب مع بعض في حل مسألة البير بتاع الريجليتور. اتكلمنا مع بعض في المرة اللي فاتت عن حل الجيومتري بروفايل وازاي بتعامل مع الهيدروليك ديزاين للريجليتور مثل الفينز بتاعها وايه المقصود بيه. دلوقتي المطلوب مني اصمم بير ايا كان بلان كونكريت او رينفورسي كونكريت. انا هتكلم على البير بتاع البلان كونكريت. الرينفورسي كونكريت هتبقى خطوة في الاخر كده زيادة هنبقى نتكلم عنها. تعال نقرا السؤال مع بعض ونشوف ازاي هنحل المسألة مع بعض. يقول لك it's required to design a blank concrete pier. مطلوب منك انك تصمم BC pier. Pier blank concrete. For a control regulator. لأنطال التحكم. Of clear span. مديك ال S 5 متر. Maximum downstream. Water depth. مديك ال downstream. High water level 6 متر. Consider downstream normal water level 3 متر. Operating condition. يقول لك ان البيد ليفل والبيرم ليفل والرود ليفل 10 و16.5 و17.5 على التوالي. The total road width يقول لك ان عرض الطريق كلي 10 متر. اي داتا مفقودة ممكن تفرضها بس تكون مناسبة. الشكل اللي قدامك ده يا جماعة ده الأنطرة لو كانت ده البغلة بتاع الأنطرة لو كانت أنطرة كبيرة برادلز. البرادلز دي موجودة فين؟ البرادلز موجودة على نهر النيل. إنما القناطر اللي احنا بنصممها هي قناطر صغيرة زي ما انت شايف كده. المطلوب منك في تصميم البير انك توصل لتلات أبعاد مهمين جدا. ايه هما التلات أبعاد؟ الـ L بير مش الـ L بير بقى الـ L effective of بير الـ R اللي هو الـ width of بير والـ H بير. يبقى التلات أبعاد المطلوب منك تحسبهم دي الدايمنشنز أصلا. يبقى خطوات الحل أول خطوة الدايمنشنز اللي هي التلاتة الـ R الـ H بير الـ L effective. بعد كده الـ acting loads dead load وبعد كده اللايف لود الحالتين MY وMX وMY وبعد كده التيك ستريسز واخر خطوه لو كانت RC يبقى ديزاين اند RFT. تمام. فتعالى نبدا نتكلم على المساله بتاعتنا. البير ويدز الR بتساوي يا باشمهندسين الR في البي سي S على من 3 ل 4. طيب لو RC S على من 7 ل 10. تاني الـ R لو كانت BC S على من 3 ل 4. لو كانت RC S على من 7 ل 10. في الحالتين ما تقلهاش عن متر. طيب هي طلعت معايا ما بين 1 وربع وما بين 1.67 لأن الـ S كانت 5 فناخدها بواحد ونص متر. البير هايت ارتفاع الهايت بيبقى الأكبر من قيمتين. هما قيمتين واي أب ستريم هاي ووتر ليفل زائد نص أو رود ليفل ناقص البيد ليفل ناقص الواحد. واي أب ستريم هاي ووتر ليفل أنا مديك الواي داون ستريم هاي ووتر ليفل اللي كان بستة. طيب عشان أجيب الأب ستريم زود الماكسيموم هيدنج أب الهيدنج أب الماكسيموم 10 يبقى 6 زائد 1 يبقى 6 و1 واجمع عليه النص يبقى 6 و6. طيب الرود ليفل اللي كان كام؟ اللي كان 17.5. البيد ليفل كان ب 10 يبقى 17.5 ناقص 10 6.5 واطرى عليهم 1 يبقى 6.5. الكبير فيهم هو ده الاتش بير اللي هو ده. حلو جدا يا باشمهندس. طيب فاضل لي الال افكتيف. عشان اجيب الال عشان اجيب الـ effective فانا محتاج اعرف هو الخط ده هيقطع القاعده بعد الامرجنسي جروف ولا قبلها. هو في فرق؟ اه في فرق. لو قطع الامرجنسي جروف قبلها فانا هاخده الخط ده. لو قطع الامرجنسي جروف بعدها فانا هاخده لحد الامرجنسي جروف. طيب هعمل ايه؟ لو جيت اقيس المسافه من هنا لحد هنا هتطلع كام؟ والله يا باشمهندس هتساوي ال سايد ووك. هنفترض ان هو 1 زائد 1 زائد 6 من 10 زائد 1 يبقى المسافة
من النقطة دي لحد بداية الامرجنسي جروف 3.6 متر. طيب مسافة الاكس دي يا باشمهندس دي مرتبطة بنوع البغلة. انا شغال بي سي يبقى 2:1، لو شغال ار سي يبقى 1:1، فانا شغال بي سي فهي 2:1، فيبقى مسافة الاكس دي من هنا لحد هنا بتساوي ايه؟ لو قلت ده اكس بير مناظر للاثنين والاكس مناظر للواحد، يبقى الاكس بتساوي اكس بير على الاثنين. طيب يبقى انا عندي حالتين، لو الاكس بير احنا قلنا دي كام؟ 3.6. لو الاكس بير يا باشمهندس طلعت اكبر من 7.2 ففي الحاله دي الخط ده هيقطع الحته دي. طب لو طلعت اقل من 7.2 يبقى الخط ده مش هيقطع الامرجنسي جروف. ليه؟ لان في الحاله دي اكس هتكون اقل من 3.6، هي 3.6 عشان توصل لهنا، بدل اقل من 3.6 يبقى هتقطع المكان ده. طيب الايه الايفكتيف هتبقى في الحاله دي عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الدك زائد السايد ووك ده زائد المتر زائد الاكس. طيب لو كان قطعت هنا الامرجنسي هتبقى الرود ويدز زائد المتر زائد 6 زائد المتر زائد المتر اليمين. تمام. فتعالى هي في الحاله بتاعتنا الاتش بير طلعت اقل من 7.2، في الحاله دي الاكس مش هتوصل للامرجنسي جروف، يبقى الال افكتيف هتساوي يا باشمهندس؟ والله الال افكتيف هتساوي الدك اللي هو 8 زائد السايد ووك اللي هو بواحد زائد الواحد، يبقى كده كام؟ 9 زائد الاكس. الاكس على طول بكام يا باشمهندسين؟ 6.6 على الاثنين. 6.6 على الاثنين يعني 3.3. بص ادي 8 اللي هي الدك السايد ووك الواحد زائد 3.3 طلع 13.3 متر. يبقى ال ال افكتيف طلع ب 13.3 متر. الار طلعت 1.5. الاتش كبير طلعت 6.6. ودي اول خطوه في الحل بنسميها خطوه الامبيريكال دايمنشنز. طيب تاني خطوه في الحل هي ايه؟ تاني خطوه في الحل اللي هي اللودز الجيومتريك، دي خليها في الاخر. اللود، والله يا هندسه انت قلت لي ان انا عندي كام نوع من اللودز؟ انا قلت لك اول حاجه عندي الديد لود. فين الديد لود؟ والله انا عندي كوبري وعندي بغله وعندي جيت. خد بالك الجيت لو الدكتوره قالت لك اهمله اهمله، ما جابتش سيرته اهمله. الجيت ليفتنج استراكشر لو الدكتوره قالت لك اهمله اهمله، لو ما جابتش سيرته اهمله. تمام، حلو جدا يا باشمهندس. يبقى الدبليو بريدلي بيساوي ايه؟ الدبليو بريدلي هندسه بيساوي اريا بريدلي في الشريحه. الشريحه بايه يا باشمهندس؟ يبقى انت محتاج ترسم الاليفيشن وترسم البلان. البلان ادي الار وادي ال افكتيف. محتاج اقول ان الشريحه هنا اس على الاثنين وهنا اس على الاثنين، يبقى الشريحه كلها اس زائد الار، يبقى الشريحة كلها S زائد الـ R. مفيش صوت. بقول لك لو انت عايز تدخل لامك كده. تمام تمام، مع سمعني يا ابني؟ سمع. ماشي. فيبقى الاس زائد الار دي الشريحه بتاعتي. تمام يا باشمهندس. طيب ايه اللي المفروض احسبه هنا اصلا؟ انا قلت عايز دبليو بريدج والدبليو بير والدبليو جيت، وعايز احسب مسافه ال ال1 وال ال2. ال ال2 هي ال سايد ووك. ال ال1 هتعرف اهميتها كمان شويه. طيب ما نحسبهاش عشان ما نوجعش دماغنا بيهم، تعال نشوف السهل بالنسبه لنا. الدبليو بريدج بتساوي اريا بريدج في الشريحه اس زائد الار في جاما رينفورس الكونكريت. اريا بريدج بتساوي ايه؟ النص في الرود ويدز اللي هو بفترض ان هي شريحه مستطيله، اس زائد الار اللي هي 6.5، طلع معاك ب 81.25. تمام يا باشمهندس. البير ال افكتيف في الار في الاتش بير، ادي ال افكتيف 13.3
في الار 1.5 في الايت بير 6 و6 في ايه في الجاما بتاعتها انا شغال بي سي يبقى 2 و2 الدبليو جيت احنا قلنا لو الدكتوره ما ذكرتوش هنلغيه يبقى ده بالنسبه لنا ملغي يبقى انا معايا الدبليو بير والدبليو بريدي حلو جدا يا باشمهندس دي بالنسبه لي اسمها حاله الديد لود هو انا بحتاج ال1 وال2 فيها يا جماعه في حاله اللايف لود طيب احسبهم ازاي عشان احسب ال1 لازم انسب السي جي ده لاقرب امرجنسي بالنسبه لنا اللي هي الجروف دي بص اللي هي الجروف دي ليه يا باشمهندس ليه انسبها للمكان ده لان ببساطه جدا لو انا قلت المسافه من السي جي لحد ال لحد الامرجنسي هنا بتمثل لي ايه ال افكتيف على الاثنين طيب ركز معايا يبقى من هنا لحد هنا ال افكتيف على الاثنين طيب ال ال1 بتساوي ايه ال افكتيف على الاثنين ناقص 1 متر ناقص ال2 بس يبقى ال1 بتساوي ال افكتيف على الاثنين ناقص ال1 متر ناقص ال سايد ووك او ال2 طيب دي اول حاجه ثاني حاجه انا عايز احسب كمان قيام الام انا عندي الدبليو بريدلي ده هيجيب مومنت والجيت هيجيب مومنت فتعالى ده خلاص اهملناه الدبليو بريدلي المومنت بتاعه يجي ازاي بنفس الطريقه انا عايز اجيب ذراع العزم ما بين الدبليو بريدلي والسي جي ده هفرد نفس الكلام لحد الامرجنسي من هنا لحد الامرجنسي جروف اللي افكتيف على الاثنين والدبليو بريدلي لحد الامرجنسي عباره عن ايه الرود ويدز على الاثنين زائد الواحد متر اطرح الاثنين من بعض يبقى انت جبت ذراع العزم جبت ذراع العزم يبقى انا كده جبت الام واي في حاله الديد لود تاني معايا ده السي جي لحد الامرجنسي اللي افكتيف على الاثنين وده لحد الامرجنسي الرود ويدز على الاثنين زائد الواحد اطرح الاثنين من بعض يبقى انا جبت ذراع العزم ده يبقى انا كده جبت ان ديد لود اللي هي البير والبريدل والجيت دي لو انا عملتها خلاص وعند الام واي في الديد لود يبقى هتساوي البريدل في ذراع العزم بتاعها. طيب تعالى نشوف حالات التحميل. عندي كام حاله تحميل؟ عندي حالتين تحميل، اول حاله حاله الام واي اونلي. ام واي اونلي يبقى انا همشي الميه وهمشي الكوبري بالعربيات. فالاول تعالى نشوف اكبر حاله تدي لي ام واي. انا قفلت البوابه دي وقفلت البوابه دي فيحصل لي هنا ضغط ميه طيب كده خلاص يبقى ده هيديني ام واي زي ما انت شايف هنا طيب ازاي احمل الكوبري عشان يديني اكبر حمل الديك معروف ان العربيات بتمشي عليه فيدي له حمل 1 طن على المتر مربع طيب السايد ووك احمال اقل فيدي له 4.1 طن على المتر مربع المسافه دي يا جماعه هي دي ال1 لان هي دي المسافه اللي يمين السيلي بتاع البير وطبعا المسافه بتاع ال 4.10 هي الاثنين. طيب لو انا عايز اجيب في الحاله دي الار لايف لود واحد هيبقى عباره عن ايه؟ والله هندسه 1 طن على المتر مربع مضروب في مساحته ال1 في الاس زائد الار اهي. ال1 في الاس زائد الار يبقى انا كده جبت الار لايف لود واحد. طيب الار لايف لود اثنين نفس الكلام 4.10 مضروب في الاس زائد الار في الاثنين. الاثنين في اس زائد الار في 4.10 يبقى انا كده جبت ار لايف لود 2 طيب البي دبليو البي بيساوي ده كضغط ما بتكلمش كقوه جاما في الواي اب ستريم هاي ووتر ليفل طيب عايز احوله لقوه يبقى نص في 6.1 في 6.1 في مسافه التوزيع بتاعه اللي هي 6.5 يبقى انا كده جبت البي دبليو طيب عايز اجيب المومنت بتاع الثلاثه يا باشمهندسين اعمله ازاي؟ والله لو ضربت البي دبليو في واي اب ستريم هاي ووتر ليفل على 3 اللي هي 6.1 على 3 يبقى انا جبت الام واي. ولو ضربت اللايف لود واحد ده الار لايف لود واحد في ال1 على 2 يبقى انا جبت الام واي بتاعه. ولو ضربت الار لايف لود 2 في ال1 زائد ال2 على 2 يبقى انا جبت اللايف لود بتاعه واجمع الثلاثه مع بعض لانهم في نفس الاتجاه. وفي الحاله دي انا كده جبت الان لايف لود اللي هو لايف لود 1 زائد 2 وجبت الام واي لايف لود اللي هو بيساوي الثلاثه دول مجموعهم جنب بعض. بعد كده حاله ام واي وام اكس.
في الحالة دي أنا محتاج أحمل المية بحيث تديني MY وMX والكوبري بحيث تديني MY وMX. فأعمل إيه؟ فأقول إن أنا هقفل البوابة دي كليا أهي وأفتح دي جزئيا. فلما أفتح دي جزئيا تعمل لي دوامات هنا تسبب لي ضغط هنا ده يديني MX. بس تاخد بالك إن هيبقى في هنا BS كمان، يبقى أنا عندي B هنا W وBS مضادين لبعض. طيب بالنسبة للكوبري لو حملته كله هيديني MY بس، لكن لو حملت النص ده يديني MX وMY. وطبعا بنفس الطريقة ال L1 ب1 طن على متر مربع اللي هو الدك، والسايد ووك ب4 من 10 طن على متر مربع. ويبقى عندي الأحمال عبارة عن إيه؟ بالنسبة لل X الحمل ده، الحمل ده والحمل ده، بالنسبة لل Y الحمل ده والحمل ده والحمل ده والحمل ده. فهو يبقى الواي داون ستريم في الحالة دي لأننا هتعامل مع البي اس 1 و2 بالواي داون ستريم نورمال ووتر ليفل ار لايف لود، ده هيبقى واحد في ال1 اللي هي بواحد، ال1 تطلع زي ما تطلع اللي هي كده 465 او ايا كان في ال1، في اس زائد ار على الاثنين اللي هي 6.5 على الاثنين دي ما تنساش. طيب بالنسبه لل4 طن هيبقى 4 في ال2 اللي هي مثلا اللي سايد ووك في اس زائد ار على الاثنين. طيب البي دبليو ده نفس الكلام هيبقى نص 6 و1 في 6 و1، وتركز معايا 6 ونص دي غلط لان الميه ما بتاثرش هنا كله يا جماعه، ده بقت مفتوحه فبتساوي اس على 2 زائد الار، يعني دي تتغير عندك اس على 2 زائد الار بي اس 1 نص 3 في 3 في 6 ونص غلط برضو اس على 2 زائد الار، يبقى دي ال 6 ونص دي تتغير اس على 2 زائد الار. طيب بي اس 2 بتساوي ايه؟ النص في 3 في 3 في المسافة دي كلها يا جماعة. من الآخر ال effective ناقص المسافة دي، ال effective 13 و 3 ناقص 8 من 10 طلع معاك الرقم ده. تعرف تجيب الإمهات؟ أدي ال N life load إجماع للأراض، ال MY هيبقى عندك R life load نتيجة ده وده وده في نفس الاتجاه وده عكسهم أهو، تحطه عكس الإشارة، وال MX ده وده وده مع بعض. طبعا ذراع العزم في حالة MX هيبقى S زائد R على 4، وفي حالة ال MY هيبقى L1 هنا وL1 زائد L2 على 2 في حالة ال 4 من 10 طن. هنا أي بيهات هيبقى الواي بتاعها على 3. بقى عندي N life load MY MX. نبدأ نعمل click stresses. أول خطوة في ال click stresses إنك تجيب الجيومتري بروبرتيز. أنا عندي قطاع L effective طوله وعرضه R، يبقى الاريا اللي افكتيف في الار 13 و3 في 1.5، الاي اكس الموازي للاكس 13 و3 في العمودي تكعيب 1.5 تجيبها ل 12، الاي واي العكس وتجيب القيم دي. ويبقى عندك كام حاله؟ حاله ان مع ام واي اونلي، نجمع كل النات ونجمع كل الام واي ونروح نشيك. طبعا في الحالتين هتطلع معاك في المساله بتاعتنا سيف. بعد كده حاله الام اكس مع الام واي، نجمع الانات ونجمع الام واي ويطلع لك ام اكس، وتعوض في القانون الطويل. الاكس يا جماعه في القانون هي ال افكتيف على الاثنين، الواي بتساوي ار على الاثنين، تمام؟ تشيك هيطلع لك في الحالتين سيف. طيب لو كانت ار سي يا جماعه، لو كانت ار سي فانا محتاج ان انا احسب شويه حاجات زياده. انا خلاص كده تمام، محتاج بقى اجيب حديد في اتجاه ام واي. انا عندي هنا ام واي، فهاجي هنا بقى عندي ان توتال وام واي، هجيب الاي ام مع الان وقارنها بيها يا باشمهندس. الام واي موازي اللي افكتيف، يبقى اقارن الام واي الاي بالال افكتيف على الاثنين. لو طلعت اكبر منها وده مش هيحصل يبقى دي بيج اكسنتريك سيكشن، لو طلع اقل منها وده اللي هيحصل يبقى سمول اكسنتريك سيكشن. نعوض في معادله العمود، الان بتساوي 35% في الاف سي وفي الاريا سي زائد 67% في الاف هيد في الاي سي، معاك كل حاجه تجيب الاريا سي الاريا اس سي. طيب حاله الام اكس والام واي، اهمل الام واي لانك كده كده حسبته فوق، وحل مع الام اكس. هتجيب ام اكس على هتجيب الاي بتساوي ام اكس على ان، وطبعا في الحاله دي هقارن بالار. لو طلع بيج اكسنتريك سيكشن هتقول له ان الاي اس بتساوي اي زائد تي على 2 ناقص الكفر، وان الام اس بتساوي
اي اي اس في الان يبقى الاريا اس بتساوي ام التيمت في 10 اس 6 على الاف يلد في الجيف دي ناقص ان على الاف يلد على الجاما اس، وتروح تجيب الاريا اس بتاع الام اكس، ويبقى انت كده خلصت المساله بتاعك بتاع البير.